الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. السيدات الفضليات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، يسعدني أن أتوجه لنساء جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس ومن خلالهن إلى المرأة المغربية عموما، لأقول في حقها كلمة تقدير وعرفان على ما حققته من نجاحات، ولأحيي ما تبذله من جهود جبارة من أجل التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لبلادنا. إننا في جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس نحرص على الاحتفاء سنوياً بهذه المناسبة، تأكيداً لدعمنا للمرأة في كفاحها ضد كافة أشكال الإقصاء والتمييز، وإسهاماً من الجامعة في النهوض بقيم المساواة والمناصفة وتكريس مكانة المرأة ودورها في المجتمع. أيها السيدات، إن الاحتفال باليوم العالمي للمرأة هو من جهة فرصة للتذكير بحقوقها ومطالبها، ومن جهة أخرى هي مناسبة لإحصاء المكتسبات التي حققتها. وفي هذا السياق أشير إلى أن إنجازات المرأة على مستوى جامعتنا كثيرة وتتعزز باطراد متواصل، وإذا كان المقام لا يسمح بالدخول في الأرقام والتفاصيل فإنني سأكتفي ببعض الأمثلة المعبرة. وسأبدأ بالحفل الذي أقامته الجامعة قبل أسبوعين احتفاء بالأطر التربوية والإدارية والتقنية التي أنعم عليها صاحب الجلالة بأوسمة ملكية شريفة. فمن ضمنهم حظيت 7 من الكفاءات النسوية لجامعتنا بأوسمة من مختلف الدرجات، وهي مبادرة تبرز عناية جلالته واهتمامه بهذه الطاقات التي برهنت خلال مسارها المهني عن جديتها وإخلاصها وتفانيها في خدمة الجامعة. وفي سياق تقدير الجامعة لمسار أساتذتها الباحثين، حظيت مؤخرا الأستاذة بديعة اليوسي من كلية العلوم دار المراز بدرجة أستاذة فخرية، تقديرا من الجامعة لجهودها ولمسيرتها العلمية والمهنية المتميزة. ومن كلية العلوم والتقنيات تمكنت الأستاذة عائشة ماجدة من الحصول على جائزة الابتكار والبحث حول الإعاقة لسنة 2021. وعلى مستوى الأطر الإدارية والتقنية، وفي إطار الهيكل التنظيمي الجديد، تمكنت العديد من الكفاءات النسوية بالجامعة من النجاح في مباريات الترشح لمناصب مديري الأقسام والمصالح. أما على مستوى الطلبة فيبدو أن مطلب المناصفة أصبح متجاوزاً، ففي حفل الامتياز الذي أحييته جامعتنا في شهر دجنبر الماضي بلغت نسبة الطالبات المتفوقات ما يقارب 56% من مجموع الطلبة المتوجين. وفي مجال المسابقات تمكنت الطالبة غيتا مهري من كلية الطب والصيدلة وطب الأسنان من الفوز بالمرتبة الأولى على المستوى الوطني بمسابقة أطروحتي في 180 ثانية. وفي المجال الرياضي كان لطالباتنا حضور قوي في المنافسات الوطنية، بحيث تمكنت الطالبتان إكرام وعزيز وأسماء غميرة من كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية من الفوز بالمرتبة الأولى في البطولة الوطنية الجامعية للعدو الريفي التي نظمت في دجنبر الماضي. هذه أمثلة فقط من المؤشرات الإيجابية عن وضعية المرأة بجامعتنا وعن مشاركاتها وجهودها من أجل تحسين مواقعها داخل النسيج الجامعي. أيها السيدات، أجدد لكن التحية راجيا التوفيق للجميع،
وفقنا الله جميعا لما فيه خير وطننا العزيز تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.